فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد ثم نودي أن الصلاة جامعة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الرب رب واحد والأب أب واحد والدين دين واحد وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة. هذا قيس بن حطاطة وكان منافقا والعياذ بالله، أراد أن يفرق بين المسلمين كعادة المنافقين. نعم. لما رأى الصحابة مجتمعين فيهم سلمان وفيهم صهيب الرومي وفيهم بلال الحبشي قال ما بال هؤلاء، يعني هؤلاء الثلاثة أنهم ليسوا من العرب، والذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يعني قال الرجل ما قال النبي، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم هم من قريش ومن العرب، فما بال هؤلاء؟ يريد أن يفرق بين المسلمين، يريد أن يفرق بين المسلمين كما فعل المنافقون، أي كما فعل اليهود لما جاء واحد منهم والأوس والخزرج مجتمعين يتحدثون، أراد أن يذكر ما وقع لهم في الجاهلية من الحروب والتطاحن فيما بين الأوس والخزرج، فأراد أن يثير النعرة فيهم، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله إلى آخر الآيات. فهذا المنافق أراد أن يسلك هذا المسلك وأن يفرق بين المسلمين وأن يستنكر وجود سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، وإن لم يكن روميا لكن لقب بذلك، وإلا فأصله عربي لكن سبي وصار يباع ويشترى فظنوا أنه رومي وكان أحمر اللون رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا أراد أن يفرق بين المسلمين، وذكر ذلك أخذ معاذ رضي الله عنه أخذ بتلابيبه مستنكرا هذه المقالة وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال الأب واحد والدين واحد واللسان واحد، أراد أن يبطل هذه المكيدة. ثم إن الله جل وعلا ختم لهذا الرجل بخاتمة السوء فقتل مرتدا والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله هذا الحديث، أعيد العبارة، قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل. فما الأوس والخزرج؟ من الأنصار يعني عرب. نعم. من العرب العاربة من قحطان. نعم. فما بال هؤلاء؟ فما بال هؤلاء سلمان وصهيب وبلال الحبشي، يعني ما شأنهم يكونون مع هؤلاء العرب الأصلاء؟ نعم. فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إنكار المنكر وأنه يجب على المسلم أن ينكر المنكر. نعم. فأخبره بمقالته، بمقالة هذا الرجل، وليس هذا من باب النميمة أو الوشاية وإنما هذا من إنكار المنكر. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه،
حتى دخل المسجد ثم نودي أن الصلاة جامعة، كعادته صلى الله عليه وسلم أنه يغضب لله ولدين الله. نعم. فصعد المنبر ثم نودي أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد. الرب هو الله جل وعلا رب الجميع، والأب واحد وهو آدم عليه السلام: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله عليم خبير. فالرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم. نعم. وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي، إنما هي مجرد لسان فقط، ولا يفتخر بالعربية أو باللسان العربي لمجرد أنه عربي. نعم. فقام معاذ بن جبل فقال: بما تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: دعه إلى النار. فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة، في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خاتمة سوء والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمنا. معناه صحيح، وهو أن الرب واحد والأب واحد والدين واحد، فمعناه صحيح وإن كان من ناحية السند ضعيفا.